aad iyo aad ayaa mahadsantahay walaalkay waxaan u mahadcelinayaa TV ga qaranka Soomaaliyeed SNTV oo runtii fursad noo siiyay inaan ka hadalno shirweynaha culimada Soomaaliyeed ee ka furmay magaalada Muqdisho sida ogsoon tahay ummada Soomaaliyeed walaalo waxay maraysaa marxalad iyo munacif khatiir ah ay u baahan tahay midnimo iyo in la qabto shirweyne isugu yeeraya culimada Soomaaliyeed إلهي سبحانه وتعالى كو إلهامي من حوينها جمهورية الصومالية دكتور حسن شيخ محمود هي وزير كيسة أوقافة أرمها ديبتا شيخ مختار روبا أو منصور إن أي قبطان شركان إسلامر كان اللوغة هدلو من نمد أمدا مدين تكلمة علومة الصوماليات وأرن آدي آد أنسو دوين إنه هدانها مجمع علومة الصوماليات نورد أمريكا غارهان مغارد من يابلس رنتي إلهي وحول الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا إلهي سبحانه وتعالى رمية إلهي أطيع رسول كيسنا رمية همر منا مركز وحاكد لنا إن فشل أو دعو مركز آدي آد أيان أوفر حسناي إن كسوا قيب قلنا شركة مهم كأه واللحظة التاريخ قال دعايا مدحويني أوه ري أو صوماليات أو اسكو كينا انتي اهد خلاصتي يا لبنتي علماء الصوماليات بكل تياراتها يو قيبها ذاك الجدسان سلفية يا صوفية يا صحوة دن اسلام كان اي كتنا زلان وحيابها قب قبا يا امدة رنتي ادي اد يعني نقوم هاد علينا ان شاء الله تعالى وحرجيننا ان كسو بحان مرفي عن او امدة كو جهية بر الامان meel fiicanna safiinada Soomaaliya oo madaxweynaha hoggaaminayo in sanadka dambe ama sanadaha soo socda ay umada Soomaaliyeed cagaheeda ku istaagto wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullah